المنتخب الوطني، لعبنا بدون مدرب وبدون عميد ديال الفريق. السلام عليكم اخوتي، ومرحبا بكم معايا مره اخرى في فيديو جديد وموضوع جديد. اولا قبل كل شيء بسم الله نبدا كلامنا، وعلى الله نتوكل. مبروك للمنتخب الوطني والمنتخب المصري التاهل لثمن كاس افريقيا. كنعرفوا الاجواء ديال كاس افريقيا، كنعرفوا لعبة كرة القدم فهي لعبة فيها الرابح وفيها الخاسر، ودائما يعني الفريق الأفضل هو اللي كي يربح وهو اللي كي يعني يتوج في النهاية، يتوج بكأس إفريقيا. وأيضا يعني فهذه لعبة ومشي يعني الخسارة هي النهاية، بالعكس ملي كنخسروا عاد كنكسبوا، والشحنة ديالنا بواحد القوة اللي كتجعلنا أننا نحسنوا من الأداء ديالنا والمردود ديالنا. حنا مدة واحد المدة اللي هي طويلة، وحنا ما كنشاركوا لا في كأس العالم ولا في كأس إفريقيا، ما كناش حتى كانت أهله يعني كانت واحد النتائج اللي هي جد سلبية. ولكن بعد عودة ابن الوطن وليد الركرابي، النية وسير استطاع المنتخب الوطني الوصول الى النصف النهائي ديال كأس العالم ديال قطر، واللي المغاربة حقوا فيه نتائج ايجابية وحب وتعاطف ديال جميع الدول. حاليا يعني تم التأهل الى الثمن في الكوت ديفوار. هي صراحة فهاد كأس افريقيا لاحظنا الظلم التحكيمي، حنا كنعرفوا المغرب دائما صراحة بالنسبة ان التحكيم كيكون مظلوم، يعني كيكون واحد الظلم التحكيمي، ولكن في هاد كأس افريقيا يعني اكثر فاكثر. ولكن اللي عجبنا هو الروح القتاليه ديال المنتخب الوطني يعني ديال الشباب المغاربه، لاحظنا واحد الانسجام بين اللعبه وبين المدرب ديالهم، لاحظنا واحد الطاقم اللي كيسهر على الراحه ديال المنتخب ديالنا، ولاحظنا ايضا واحد الدور ديال السي فوزي القجع اللي حاضر ناظر مع المنتخب الوطني، وما نساوش يعني الدور ديالو الايجابي والفعال، وانه كيقوم بواحد المهمه يعني على اكبر وجه، وكيسهر على الراحه ديال المنتخب الوطني، فهو مشكور ودائما كيسعى على تحسين ديال الكره والرياضه المغربيه. انا العموم اخوتي قبل المباراه اللي جمعت بين المغرب وزامبيا صراحه لاحظنا واحد النهايه ديال المباراه، وهي المباراه كامله كانت كساعه يعني سرنا الفارك وساعه رجعنا الحكام، احتجاجات على ابسط الاشياء، يعني بزاف ديال اللقطات اللي كانت داخل المباراه، ولكن النهايه ديالها كنعرفوا كتسالى الماتش اول حاجه كيعملوها كلا الفريقين يعني كيتسلموا مع بعضياتكم مع بعضياتهم، كيتسامحوا مع بعضياتهم يعني المسامحه. الى جا عندك عضف ني كيكون ماشي كيقول لك اسمح لي يا ولدي راني عدفتك معايا طيبتي اتاي الفطور والغداء والعشاء، المهم زيد علينا المسامحه، ماشي يسلم يعني بحسن نيه كيتفاجئ واحد الهجوم مضاد كانت واحد المرتدة عند الطرف الآخر لا داعي للذكر ديال الاسم ديالو ديك الشخص بالخصوص. يعني من خلال الملاحظة ديالي في المباراة خصوص الشوط الثاني كان كفض صراحة في المعاملة ديالو، غير كيغوت سبحان الله العظيم كان كيقلب غير معاه بن يدابز وقيلا كان مقطع. المهم انتهت المباراة بعد يعني ما قام الطرف الآخر بواحد الحركات لا أخلاقية، وراه كانوا يعني منشورين في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى احنا ما الناس ديالنا هاجموا قالوا له يعني كلمات اللي هي ما خصناش احنا نقولوها كمغاربه وكمسلمين، لان هذيك الصوره ديال الله وضروري من التكامل، حتى واحد ما كيخلق يعني كامل ومكمول، ضروري من السلبيات في الحياه، راه يعطيك ربي كل شيء، يعطيك الجمال يعطيك الطوله يعطيك الفورمه يعطيك الاناقه يعطيك بزاف الحوايج، ولكن عايز يولك شي حاجه يعني ضروري حتى واحد ما مكمول، ملي كنشوفو كنعيشو وكنلاحظو. ولكن يعني حنا قلنا صافي يعني المباراة سالات، ديك المشكل تسالا، وخا ما بغيناش ديك النهاية هذيك، وحتى السي وليد الركراكي راه قال يعني حس بحال يعني أساؤوا إلى بلدانهم، ولكن تفاجأنا خوتي في نهار المباراة لعبنا بدون مدرب وبدون عميد ديال الفريق السايس. اللي بجربيه مسمحوا فينا طلقونا مرة، بلنا طلاق ثلاث
كنشوف انا والد الرجل كيف في المدرجات، المره الاولى المره الثانيه كنقول اه، مع اني سمعت وشفت في تيك توك كيكتبوا بزاف بان تم التوقيع ديال والد الرجل 4 ديال المباريات هذه كتبوها قبل ما يتم الاعلان على التوقيف ديالو. واش يمكن انا غير هضره، الكثره ديال الهضره بزاف صراحه الانسان كيتلف شويه، ولكن كان ديال بصح حتى كنشوفه في المدرجات المره الاولى والثانيه وتقول آه اذا ديال بصح تم التوقيف ديالو. لعبنا بلا مدرب وبلا عميد الفريق، تم استبدال عميد الفريق بالمشيميشة ديال المغرب حكيم زياش المدلل ديال المغاربة ومحبوب ومعشوق الجماهير المغربية في كل فخر نفتخر به، واحد الشاب اللي هو طموح وكيموت على المغرب وكيموت على الكرة المغربية وكيموت على القميص الوطني. كنشكره بزاف، واحد صراحة هو نشيط، يمكن عصبي شوية، أنا كيجيني عصبي شيئا ما أو لا جدي إلى واحد الدرجة يعني اللي هي كبيرة بزاف، ولكن هو المهمة ديالو كيقوم بها وكيأدي يعني المهمة ديالو على أحسن وجه، وكنتمناو له مسيرة موفقة وحياة سعيدة سواء في الحياة ديالو العملية أو الشخصية، فهو كيستحق. وكنعرفوا الظروف المعيشية ديالو يعني اللي دازت له في الطفولة ديالو، كنتمناو يعني المستقبل ديالو يعوضو أحسن فأحسن بأسرة سعيدة، وطبيعة الحال يطول ربي في العمر ديال الأم ديالو اللي كيبغيها وكيقدر نظرا للمعاناة اللي يعني عانت معهم. على العموم اخوتي التوقيف ديال المدرب كانوا كيظنوا الى وقفوا ذاك المدرب صافي المنتخب الوطني غيخسر، لان في كاس افريقيا لاحظت محاربه المنتخب الوطني، ولكن نساو بان ذاك وليد الركراكي راه هو ماشي غير مدرب، راه اب، والاب ملي كيربي ولادو على الحب وعلى الاحترام ديال بعضياتهم وعلى انهم يكونوا يد واحده، راه واخا كيتوفى كتلقى داك الخوت كيعيدوا مع بعض ياسم، ملي كيجي العيد الكبير كتلقاهم كيتجمعوا في دار واحده، ملي كتكون شي مناسبه كيكونوا مجمعين، كتلقى داك الدار ديال الاب ديالهم كيحافظوا عليها، داك الورد كيعرفوا كيفاش يتصرفوا فيه. يعني والد الركراكي علم داك الوليدات حب الوطن، علمهم بانهم يد واحده وبان كره القدم هي رياضه جماعيه، ويلا يعني من ديك حب النفس طبيعة الحال عن خسره، يعني لو كل واحد كيقول انا نسجل راسي اذا عن خسره، هو علمهم ديك حب النفس. واخا كان جالس في المدرجات وكان على باين عليه ارتباك، ولكن رغم ذلك هو مفتخر يعني بالفريق اللي كيسهر على التدريب ديالو، وعنده واحد المساعد اللي هو ايضا ما نسوش الخير ديالو، ما نسوش المجهودات ديالو اللي كيقوم بها مع الشباب ديالنا. كنفتخروا بالمنتخب الوطني، ايضا كاين واحد الطاقم اللي حضر مع داك المنتخب واللي كيسهر على الراحه ديال داك الشباب ديالنا. كنتمنوا لهم مسيره موفقه، وكنتمنوا ايضا عوده ميمونه الوليد الركراكي، كما قال بالفعل فكاس افريقيا راه ما محتاجش النيه، راه خصو الريه، لان بالفعل هناك فرق بين الكرة الأوروبية وبين الكرة الإفريقية، يعني كاين فرق في اللعب وكاين فرق أيضا في الجو وكاين فرق عفوا حتى في العقول، هذاك هو المشكل. لاحظنا واحد المباراة الشوط الأولاني داز رائع، يعني ما عندنا ما نقولو، الشوط الثاني شوية كان العياء صافي، يعني المغرب قال أنا رابح والفريق الاخر بطبيعه الحال حتى هو صافي يعني تسرخ، لان درجه الحراره كانت 37 درجه تبارك الله الليل وعندهم الحراره، يعني كيتمشاو كنشوفوهم ولاو كاملين فازقين عند العرق، الله يحسن العون الصراحه. ولكن رغم ذلك هما قاموا بالمهمه ديالهم، اكثر من ذلك واللي كيبين الحب والاحترام ديالهم من داك الشخص هو بعد تسجيل الهدف اول حاجه قاموا بها هو واحد الحركة ديال القلب، ان المدرب ديالهم كيعبروا فيها على الحب ولا الامتنان ولا الاحترام من داك الشخص هذاك على المكانة ديالو، وعلى انهم رغم انه بينهم واحد الحاجز اللي هو بسيط، فهو بالنسبة ليهم حاضر معاهم وجالس بالجنب ديالهم وكيوجههم وكيقدم لهم النصائح والتوجيهات.
هذاك هو اللي كنحتاجو دائما في الحياة ديالنا. كنحتاجو واحد الشخص حكيم في القرارات ديالو وصائب في التوجيهات ديالو، واحد الشخص اللي يقربك ليه بالكلام ديالو ويعرف كيفاش يعني يخليك انك تحترمه، وان رغم غيابه انك تحترمه ماشي تخافه، واخا يكون غايب انك تحترم داك الشخص ديالو وتقوم بالتوجيهات والمهام ديالو. هذا العموم اخوتي، كنتمنى لهم التوفيق باننا نشوفوا المغرب في النهائي، وهذاك هو الحلم ديال اي مغربي، ونحملوا كاس افريقيا بين يدينا لما لا، ويجيبوه في الطياره ونفرحوا ان شاء الله الشعب المغربي عامه، وبان هذا يكون مجرد واحد نبذه او واحد الفتره اللي هي صعبه وعدت. ايضا كنتمنى اعاده النظر في القرار ديال التوقيف ديال وليد الركراكي، لان الى بقى بعد المباريات نكون وصلنا للنهائي، ولكن رغم ذلك داك الشخص هذاك فحنا كنحترمو وكنقدم له كل الحب عفوا والود، وكنقول له شكرا شكرا لك على الثقة التي أعدتها إلى قلوب نجومنا. إلى اللقاء إخواني أخواتي، باي باي عليكم.